حضوري وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من محمد بديع عبد المجيد سامي بالإعدام عما نسب إليه. إعدام مرشد الإخوان محمد بديع، ربما هذا كان الحادث الأبرز على مائدة السياسة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بعدما أيدت محكمة جنايات القاهرة حكمها السابق ضد مرشد الإخوان و13 قيادياً بالجماعة في قضية غرفة عمليات ربعة. الحكم القضائي الذي ترتب عليه زيادة حدة الأعمال الإرهابية في مصر، والتي بدأت بتفجير قسم ثالث العريش بسيارة مفخخة، أدت إلى استشهاد 8 من رجال الشرطة، فضلاً عن قيام تنظيم أنصار بيت المقدس بتفجير مدرعة للقوات المسلحة، ترتب عليها استشهاد ضابط و3 مجندين. عنف الجماعة الإرهابية وصل إلى ذروته منتصف ليل الاثنين الماضي، بعدما تعرضت أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي للتدمير جراء زرع 6 قنابل شديدة الانفجار، ما أدى لانقطاع كامل للكهرباء عن المدينة في عملية أعلنت ما تسمى بجماعة العنف الثوري مسؤوليتها عنه، قبل أن يواصل التنظيم عنفه تجاه مؤسسات الدولة باستهداف طلاب الكلية الحربية بمحافظة كفر الشيخ، ما أدى إلى استشهاد طالبين وإصابة 6. خبراء توقعوا زيادة حدة العنف الفترة المقبلة ضد مؤسسات الدولة اقتراناً بتأييد أحكام مماثلة بالإدانة ضد قيادات الإخوان، في ظل تأكيد الحكومة الحالية على استعدادها للتصدي لأي أعمال عنف. أهلا وسهلا بحضراتكم. ما زال المشهد العام عنوانه الرئيسي هو تمسك جماعة الإخوان المسلمين بنهج العنف. صدرت مجموعة من الأحكام الخاصة بالإعدام لعدد من قيادات الإخوان، أصبحت هناك تساؤلات كثيرة، هل ستنفذ هذه الأحكام؟ ما هي التداعيات التي يمكن أن تترتب على تنفيذ أحكام الإعدام؟ كيف تقرأ قيادات جماعة الإخوان المسلمين المشهد الآن؟ هل تغيرت قراءتهم أم أنهم ما زالوا على نفس النهج ولا يقرؤون جيدا التغيرات التي تحدث على الأرض؟